إذن تتوالى الردود الدولية الأوروبية والعالمية بشأن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية. متابعة معنا من باريس سفير الإمارات لدى فرنسا سعادة علي أحمد، أهلا بك سعادة السفير. أنت اليوم عن قرب ترصد هذا الإجماع الدبلوماسي غير المسبوق وهذه المواقف الدولية العالمية، كيف تصف لنا اليوم كل هذه الردود على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية؟ شكرا على الاستضافة. الترحيب العالمي المتوالي الآن الذي لم يتوقف منذ تم الإعلان عن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وبين إسرائيل هو دليل أن كان هناك يعني تعطش لا لا إلى إلى شيء في الشرق الأوسط يدفع عملية السلام ويأتي بالأمل. وأنا أتصور نحن أقبلنا على هذه المعاهدة مع إسرائيل ونحن ننظر للمستقبل، وهذا كان هو الهدف الرئيسي. اليوم أهمية هذه المعاهدة كيف تنظر إليها الدبلوماسية الأوروبية؟ الموقف الأمريكي والولايات المتحدة هي طرف في هذا الاتفاق، كيف يمكن أن تترجم في هذه العلاقات الإماراتية أيضا الأوروبية؟ الإمارات دولة تدعو إلى السلام، إلى حل النزاعات، وهي تبدأ وتدخل من الباب الكبير. مثل ما تفضلت، المعاهدة هي ثلاثية برعاية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية. بداية العلاقات الطبيعية مع إسرائيل راح تفتح مجالات كثيرة، وأنا أشوف نقيض التخوف اللي موجود عند البعض راح يعزز الوجود العربي والصوت العربي داخل إسرائيل، لأن ما في شك راح تكون هناك شراكات بين الإماراتيين وبين الإسرائيليين في مجالات متعددة، فأنا أتصور هذا راح يخلق دعم للمواقف العربية. الشيء الثاني، الموقف العالمي يدركون أن وهذا الإجماع، خلينا نقول اللي أخذناه الآن خلال يومين ثلاث اللي فاتوا، أن الفائدة من هذه المعاهدة ليست فقط على الإمارات وعلى إسرائيل. التفاؤل موجود على أساس أن هذه المعاهدة ستكون بشارة خير للمنطقة. بشارة خير التي تتحدث عنها سعادة السفير اليوم، أمام هذا الترحيب الدولي وهذا الإجماع، العالم يحيي شجاعة دولة الإمارات العربية المتحدة الذهاب نحو الاستقرار، هذا المطلب العالمي، كيف سينعكس على الأرض وكيف يمكن الاستفادة من هذا الإجماع من جديد؟ بتصوري بداية العلاقة ومعاهدة السلام راح تخلينا أقرب، خلنا نقول هي مرحلة بداية بناء ثقة بيننا وبين الإسرائيليين. نحن لا نعرف الإسرائيليين، لا عشنا معاهم ولا كانوا بالقرب منا، ولا أتصور حتى هذا يعني بالخليج كله يعني. فيعني مرحلة بناء الثقة مهمة، لأن في مجالات كثيرة يعني في المسار السياسي ما في شك، ولكن خذ الاقتصاد على سبيل المثال. اليوم تتكلم يعني أنت لو تنظر بتجرد إلى الفائدة الاقتصادية اللي تعود على البلدين في المرحلة الأولى وبعدين بإذن الله على 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 بقية الدول، يعني تعطيك إيحاء أن بالفعل يعني هذه المعاهدة بيكون منها أشياء كثيرة إيجابية. ممكن أعطيك سبيل المثال، مثلا كيف يستفيد الطرفين، إسرائيل كيف بتستفيد من المعاهدة هذه، والإمارات كيف بتستفيد كذلك من المعاهدة. أشكرك جزيل الشكر سفير الإمارات لدى فرنسا سعادة علي الأحمد، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك.